العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، عرض لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. يلتقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة الليلة الماضية برئاسة مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الصغرى بالصندوق، وأندرياس بور المدير التنفيذي للصندوق. ويبحث قنديل وعدد من الوزراء مع البعثة القرض الذي تسعى القاهرة للحصول عليه من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، وذلك لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري والمساهمة في زيادة معدلات النمو. وتتناول المحادثات أيضا برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة من أجل الحصول على هذا القرض. كما تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة. وقد ضمت المحكمة الطعن المقدم من الهيئة إلى طعن آخر مقدم من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة في ذات الصدد. وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بطعنها مؤكدة أن حكم القضاء الإداري ينتقص من أعمال السيادة ويتناقض مع المتعارف عليه فيما يتعلق باختصاصات رئيس مجلس الوزراء. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في أبريل القادم، إلا أن حكما قضائيا أوقف إجراءاتها وقضى بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته. كما تنظر محكمة النقد اليوم أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه نحو 5 ملايين جنيه في قضية تربح وغسيل الأموال. وقعت على مدار الليلة الماضية مناوشات بين قوات الأمن ومحتجين ضد جماعة الإخوان المسلمين أمام المقر العام للجماعة في منطقة المقطم، وأحرق المحتجون سيارتين تابعتين للشرطة وبعض الإطارات في محيط المقر العام، بينما ردت قوات الأمن بقنابل الغاز المسيلة للدموع. واندلعت الاشتباكات بعد أن حاول بعض شباب جماعة الإخوان المسلمين التصدي لمحتجين رددوا هتافات مناهضة لقيادات الجماعة. في محافظة الغربية توقفت حركة القطارات بين مدينتي طنطا والمنصورة، وكذلك حركة السيارات بسبب تجمهر المئات من الأهالي على شريط السكك الحديدية عند مزلقان ميدان الشون بمدينة المحلة، وإدرامهم النيران في إطارات السيارات احتجاجا على تفاقم أزمة السولار والبنزين ونقص الكميات الواردة لمحطات الوقود. معنا على الهاتف من المحلة الكبرى الصحفي محمد عوف. محمد، أطلعنا على تفاصيل المشهد الآن في المحلة الكبرى، هل لا تزال حركة القطارات متوقفة في هذه المدينة؟ نعم، ما زالت حركة القطارات متوقفة بين مدينتي طنطا والمنصورة، بالتحديد عند ميدان الشون أو مزلقان الشون في مدينة المحلة الكبرى، بسبب قيام المئات من الأهالي والسائقين بقطع شريط السكة الحديدية عند المزلقان، وايضا المزلقان الذي يعني في منطقه الشعبيه قبل مدينه المحله الكبرى. هذه الاحتجاجات نتيجه استمرار او تفاقم ازمه الوقود في مدينه المحله الكبرى، والتي ادت الى توقف عدد كبير من السيارات وايضا توقف عدد من المصانع. السائقين يعني يتهموا الجهات الحكوميه خصوصا في التموين بالتراخي وعدم وجود رقابه كافيه يعني تحميهم من البلطجيه، وايضا يعني الذين البلطجيه الذين يقومون ببيع السولار في السوق السوداء وباسعار كبيره، وايضا هناك ازمه طاحنه في هذه الاونه بسبب يعني الوقود مستمره منذ فتره طويله، لم يجد لها المواطنين او السائقين حل حتى الان، تسببت في وقوع العديد من المشاجرات بين السائقين والمواطنين وايضا اصحاب المحطات. اليوم قام الاهالي والسائقين بقطع شريط السكه الحديديه وايضا الطريق الزراعي. هناك تجمع او تكدس للسيارات يمتد لعده كيلومترات بدايه من الطريق الدائري بالمحله والذي يصل بين المحله والمنصوره وحتى ميدان الشون بوسط المدينه. السائقين قاموا بوضع السيارات او سيارات الميكروباص في عرض الطريق لايقاف حركه المرور تماما، وايضا وضعوا الاخشاب والكتل الخرسانيه بشريط السكه الحديديه حتى يتم قطع الطريق، وتم بالفعل ايقاف حركه القطار رقم 51 القادم من طنطا للمنصوره، واعلنوا وجود او اعتصامهم لحين ايجاد حل عاجل لهذه الازمه المتفاقمه.
حتى الآن يعني يعني محمد، كيف جرى تعامل الجهات المعنية في مدينة المحلة الكبرى مع هذه الأزمة التي تصفها بالمتفاقمة فيما يتعلق بكميات السولار أو البنزين المطروحة في الأسواق في المحلة الكبرى؟ كيف كان تعامل الجهات المعنية مع هذه الأزمة، وأيضا كيف هو تعامل الجهات الأمنية الآن مع هذا الوضع من قطع طريق السكك الحديدية وطريق الدائري كما أشرت؟ نعم، يعني الأجهزة الأمنية فشلت حتى الآن في إقناع السائقين في إعادة فتح الطريق. هناك محاولات لإقناعهم بإعادة فتح الطريق مقابل يعني وعدهم بحل هذه الأزمة وزيادة الكمية المطروحة في أزمة لأزمة السولار، لكن حتى الآن لم تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة. أيضا يعني هناك غياب تام للمسؤولين عن هذه الأزمة في التموين، يعني وزارة التموين أو مباحث التموين لا يوجد لهم أي ظهور. الجهاز الأمن أيضا يعني لا تتواجد بكثافة في هذا المكان. البعض من الجهاز الأمنية حاول إقناع الأهالي، لكن حتى الآن الوضع متدهور يعني متفاقم لم يتم حله. يعني محمد، هل هناك غياب تام لمفتشي التموين على البنزينات في المحلة الكبرى؟ بالفعل انا حسب ما شاهدت وحسب ما رايت في الايام السابقه لا يوجد اي مسؤول للتموين نهائيا، لدرجه ان يعني مافيا تجار السوق السوداء يقومون ببيع السولر والوقود والبنزين عين عينك في وسط محطات البنزين، ويقومون بالاتفاق مع السائقين على سعر الجيركن، وهو ما يعني ان ربما الازمه تكون يعني مفتعلة بسبب سيطرة هؤلاء، وبسبب أيضا غياب الرقابة نهائيا عن محطات البنزين، وهو قد يتفاقم هذه الأزمة والتي تسببت قطع الطريق الآن. طيب محمد، ماذا عن الوضع الأمني بشكل عام في مدينة المحلة الكبرى، خاصة بعد التوترات والاشتباكات التي شهدتها المدينة في محيط أقسام الشرطة خلال الفترة الماضية؟ يعني مدينة المحلة الكبرى في هذه الأيام اليوم وفي الأمس ومنذ عدة أيام هناك هدوء تام في محيط القسم باستثناء بعض المشاحنات البسيطة، كان آخرها يعني يوم الخميس الماضي حدثت يعني مشاحنات بين عدد من القوى السياسية وبين يعني التجار في المدينة، بعد أن قام التجار تنظيم وقفه احتجاجيه او يعني لا نقول انها وقفه احتجاجيه، كانت وقفه تضامنيه مع رجال الشرطه الذين يعني يساندونهم، لكن حدثت احتكاكات بين الطرفين ولكن هدت الامور بعد ذلك. والان او في مدينه المحله الكبرى تشهد في هذه الايام هدوءا نسبيا من بالنسبه للناحيه الامنيه، خصوصا فيما يتعلق بالاشتباكات. نعم. والمظاهرات التي شهدتها المدينه. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي محمد عوف، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه المحله الكبرى. أكد دكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أكد حرص مصر على بناء مؤسساتها الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة ودعم الحوار الوطني دون شروط أو سقف. وقال الحداد في كلمة له أمام جلسة عقدت في ألمانيا عن ثورات الربيع العربي، قال إن الثورة المصرية واجهت العديد من التحديات، كان في مقدمتها ضبط العلاقة المدنية العسكرية بما يتوافق مع النموذج الديمقراطي المدني ومواجهة الفساد الذي كان سائدا خلال العهود السابقة، إضافة إلى مواجهة قوى الثورة المضادة التي تسعى لعدم تحقيق أهداف الثورة والديمقراطية. انتهى عرض الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. دمتم دائما بخير.